Salut à tout le monde. Moi, je m'appelle Joud, je suis avec vous pour enseigner la langue française. Brahabikou, maakou, ana Joud, mudarrisat loura francia. Soyez le bienvenu dans la première leçon de français, la troisième année secondaire. النهارده هنشتغل في الدرس الأول للصف الثالث ثانوي في الوحدة الدراسية الأولى. Alors, on va commencer. Le titre de cette unité est le club des sportifs. عنوان الوحدة دي هو le club des sportifs, يعني نادي الرياضيين. Les objectifs de l'unité, أهداف الوحدة. Découvrir le vocabulaire du sport, يعني نكتشف المرادفات الرياضية أو الكلمات الخاصة بالرياضة. Dire quel sport on fait, يعني نقول أي رياضة بنمارس. Exprimer la possession, يعني نعبر عن الملكية. Parler de quelqu'un ou de quelque chose sans dire son nom, يعني نتكلم بشخص ما أو بشيء ما من غير ما نقول اسمه. Donner des ordres, يعني ندي أوامر. Proposer, accepter ou refuser des activités, يعني نقترح نقبل أو نرفض أنشطة. Inventer des slogans pour inciter les jeunes à faire du sport, يعني أنه نبتكر شعارات, slogans يعني شعارات, pour inciter, لنشجع الشباب أنه يعملوا أو يمارسوا رياضة. بعدين آخر حاجة ديستنجي لسون نازو، يعني نتعرف على الأصوات الأنفية. طبعا زي ما احنا عارفين الكتاب كله هو عبارة عن أربعة يونيتي، كل يونيتي فيها 3 لسون. هنشتغل طبعا احنا دلوقتي في يونيتي 1 اللي هي فيها 3 دروس، هنشتغلهم مع بعض مع الاكزرسيس، هيبقوا متقسمين بالفيديوهات. طبعا ده بالنسبة لكتاب المعاصر. Alors, vocabulaire, on a les noms masculins et les noms féminins ici. يعني الكلمات المذكرة, nom masculin. Un club, nadi, un club. Un sport, riada, un sport. Un match, mubara, un match. Un slogan, shiar, un slogan. Un jeune, chab, un jeune. Un joueur, لاعب, un joueur. Un supporter, مشجع. Un supporter. Un arbitre, يعني حكم. Un arbitre. Un entraîneur, مدرب. Un entraîneur. Un entraînement, تدريب. Un entraînement. Un résultat, نتيجة. Un résultat. Un stade, اللي هو الstade أو الملعب. Un stade. Un champion, يعني بطل. Un champion. Un championnat, يعني بطولة. Un championnat. Un vestiaire, يعني حجرة تغيير الملابس. بنسميها un vestiaire. Un ballon, اللي هي الكرة الكبيرة. Un ballon. Un avis, رأي. Un avis. Un ordre, يعني أمر. Un ordre. Un conseil, نصيحة. Un conseil. Un souhait, يعني أمنية. Un souhait. Un gymnase, صالة ألعاب. رياضية بنسميها un gymnase. Un terrain, أرض الملعب. Un terrain. Le rugby, اللي هي رياضة الرugby. Le rugby. Le ballet, فن الباليه. Le ballet. Le kit surf, يعني التزلج على الماء. Le kit surf. Un maillot, اللي هو المايو بتاع السباحة أو زي السباحة. Un maillot. Un survêtement, اللي هو زي رياضي. ملابس رياضية أو بيجاما رياضة بنسميها إيه؟ بنسميها un survêtement، الترينج العادي بتاع الرياضة. Un vêtement يعني ملابس. Un vêtement أو ملبس. Un parachute اللي هي المظلة. Un parachute. Des équipements يعني أدوات أو تجهيزات. Des équipements. طبعا إحنا بنتعامل مع الكلمات إزاي؟ إنه نقراها مرتين، نحاول انه نركز انه دي ماسكولين ودي فيمينا، ونركز فيها قوي. ليه بقى؟ انا الكلمات مش هتجيلي في الامتحان ككلمات، بس هيجيلي حاجتين مهمين قوي، اللي هو الجزء الخاص بالكومبريونسيون، الجزء الخاص بالفهم، والسوجي. فلازم يبقى عندي حصيلة كلمات عشان ايه؟ عشان اعرف اكتب، لاني اوقات الواحد طبعا ممكن في السوجي ينسى أو لأي سبب، فيبقى عنده كلمات بديلة، فده الهدف. فلما نقرأ بتركيز.
طيب نو فيمينا اللي هي الأسماء المؤنثة بنقول اون باليرين يعني راقصة بالي اون باليرين أو أحذية البالي برضو بنسميها باليرين دي باليرين. طيب اون بلانش اللي هو لوحة تزلج بنسميه اون بلانش اون إكيب اللي هو فريق اون إكيب اون جوز اللي هي لاعبة اون جوز اون استراتيجي اللي هي خطة اون استراتيجي دي شوسور اللي هي أحذية دي شوسور الأحذية العادية طبعا اون بورت باب اون بورت اون ميزون منزل اون ميزون اون شامبر يعني حجرة اون شامبر اون توني اللي هو ملبس أو زي اون توني اون سيرفييت اللي هي فوطة أو منشفة بنسميها اون سيرفييت اون بال اللي هي ايه الكرة الصغيرة في بعض الرياضات تتطلب ايه كرة صغيرة مش كرة كبيرة بالون كرة كبيرة وان بال اللي هي كرة صغيرة. طيب بعدين عندنا الأفعال quels sont les verbes proposer يقترح طبعا الأفعال كلها بالانفينيتيف خلاص يعني احنا بس ايه بنفهمها طبعا لما بنستعملها في الكتابة لازم تتصرف. طيب proposer يقترح proposer accepter يقبل accepter refuser يرفض refuser inciter à يعني بحس على او بشجع على inciter à donner يعطي donner exprimer يعبر exprimer inventer يبتكر او يخترع inventer sonner يرن او بدق يعني بيخبط تمام sonner arriver يصل arriver entrer يدخل entrer chercher يبحث عن chercher préparer يجهز أو يعد préparer penser يعتقد penser se préparer يعني يجهز نفسه تمام دائما الفعل لما بيبقى pronominal يعني فعل ضميري بادئ بـ se فبيبقى الموضوع متعلق بالشخص عشان كده ايه بحط ضمائر برضو هنا se dépêcher يعني يسرع هو بيسرع من نفسه se dépêcher se doucher يستحم se doucher rester يبقى أو يظل rester montrer monter يصعد monter montrer يعني هي طبعا هي مش موجودة بس معناها معنى تاني بيوضح أو بيأكد تمام هنا إيه monter يصعد s'arrêter يقف s'arrêter râler يتذمر râler partir يرحل partir ouvrir يفتح ouvrir courir يجري courir perdre يخسر أو يفقد perdre descendre ينزل descendre attendre ينتظر attendre prendre يأخذ prendre pouvoir يستطيع pouvoir. Alors maintenant on a quels sont les adjectifs, les adverbes, prépositions, expressions. طبعا adjectif يعني صفات adverbe ظروف preposition حروف جر expression اللي هي تعبيرات برضو مهمة انه نفهمها بس زي ما قلنا انه مش الفكرة ان انا بس احفظ وانسى لا بحفظهم بتركيز فيرمي مغلق فيرمي avec e بتبقى برضو نطقها فيرمي بس معناها مغلقة اوفير يعني مفتوح اوفير اوفيرت مفتوحة اوفيرت كونتون سعيد لما اجي اقول سعيده او مسروره كونتانت مع e بعدين ميكونتان عشان انا حطيت ام او اكسنت ايجو فدي معناها ايه ان انا بدي العكس او الضد فبقول ميكونتان غير سعيد ميكونتانت غير سعيده شاك يعني كل وتو يعني كل بس كل واحده ديها ايه ديها استعمالها نشوف لما اقول شاك فوندردي يعني كل يوم جمعه شاك فوندردي je vais au club يعني بذهب الى النادي لما اقول مثلا tout le monde كل الناس tout le monde aime nager مثلا كل الناس يعني بتحب ايه بتحب انها تسبح مثلا مثال يعني ماشي فده فرق بين شك وبين تو. طيب dépêche-toi يعني اسرع dépêche-toi بقول للي قدامي انه اسرع بسرعه يعني مستعجلين devant يعني امام devant chez يعني عند chez ça ne me dit rien يعني هذا لا يعنيني هذا لا يهمني ça ne me dit rien avant de قبل أن avant de arrêtez de râler يعني كف عن التذمر بقى arrête de râler à ton avis برأيك à ton avis
être prêt يعني يكون جاهز طبعا بصرف فيرب être اكيد بقول je suis prêt انا جاهز je suis prête انا جاهزه être content برضو بيكون سعيد فبقول مثلا je suis content je suis contente انا سعيد انا سعيده être en retard مثلا pardon je suis en retard يعني no pardon عذرا يعني انا متاخر او انا متاخره arriver en retard يصل متاخرا arriver en retard avoir un rendez-vous يعني لديه موعد avoir un rendez-vous avoir du retard يعني يتاخر avoir du retard طبعا ليه حطينا avoir وليه حطينا être عشان ابقى عارفه انه الصفه دي بتاخد ايه بتاخد verb être ولا verb avoir طيب نيجي بقى الجزء الاولاني اللي هو دايما هو في بدايه اي درس اللي هو بنسميه compréhension يعني الجزء الخاص بايه بالفهم Observez bien, puis choisissez le bon groupe. يعني لاحظوا جيدا ومن ثم اختاروا الإجابة الصحيحة. طبعا ببص هنا بلاقي هي بتتكلم بتقول البنت دي بتقول Je m'appelle Charlotte. دي يبقى مين؟ Charlotte. أنا اسمي Charlotte. Et j'ai 17 ans. وعندي 17 سنة. Le sport, j'aime. طبعا دي الإشارة يعني إيه؟ العلامة دي معناها j'aime. ودي je n'aime pas. J'aime يعني بحب. J'aime le sport, أحب الرياضة. J'aime courir, بحب إيه؟ بحب الجري أو الركض. Je n'aime pas l'informatique, يعني ما بحبش علوم الحاسب. Je n'aime pas perdre un match, ما بحبش إن أنا أخسر مباراة. تمام؟ ببص هنا طبعًا على فوتو 1 بلاقي في عندي هنا مباراة. ببص على أو ماتش يعني ببص على A و B و C. طبعًا ببص بلاقي هنا عندي إيه؟ Equipment des sports يعني هنا مثلا عندي شوسور هنا عندي بال هنا عندي دي لونيت هنا عندي مثلا بالي نيميرو 2 هنا 3 عندي ايه كيت سيرف يعني ركوب الامواج طيب طبعا هي السؤال ده بيعتمد ايه بيعتمد على الملاحظه اول سؤال بيقول لي شارلوت لا كورس دي تيست ولا ام ولا نيم با هقول ايه هي بتحب يعني شارلوت بالنسبه للجري او السباق يعني طبعا سباق الجري هل هي بتكرهه ديتست ولا ام ولا نيمبا طبعا برجع تاني هنا وببص بلاقي انها ايه انها بتحب الكورير فبالتالي هقول ايه هقول ام كومسا طيب شارلوت ا 19 ans ولا 18 ans ولا 17 ans برضه برجع تاني هي عندها كام سنه هل هي عندها 18 سنه 19 سنة 19 ans ولا 18 ans 18 سنة ولا 17 ans يعني 17 سنة برضو برجع تاني كده ببص بلاقي ايه هي قالت جي 17 ans فبالتالي ايه هحط انها عندها كام عندها 17 ans كده بتعامل مع الكومبريونسيون طيب 3 دون لا فوتو نيميرو 2 اون في يعني في الصورة رقم 2 بنعمل او بنمارس الموسيقى الموسيقى ولا دو لا دانس الرقص ولا دو لا كورس الجري طبعا نيميرو 2 برجع تاني ببص على نيميرو 2 بلاقي ايه بلاقي هنا ايه عندي بالي صح فبالتالي بقول ايه بقول دو لا دانس رقص البالي طيب 4 دون لا فوتو سي اون تروف يعني في الصوره رقم سي بنجد ليكيبمون دو فوتبول ليكيبمون دو روغبي ولا ليكيبمون دو فولي يعني تجهيزات أو أدوات الفوتبول كرة القدم ولا أدوات أو تجهيزات رياضة الركبي ولا تجهيزات رياضة إيه؟ رياضة الفولي اللي هي كرة الكرة الطائرة تمام؟ فبرجع برضو تاني ببص كده التجهيزات الموجودة عندي في طبعا هو قال لي في كام؟ هو نيميرو سي ببص كويس طيب ده إيه؟ ده عبارة عن إيه؟ الشكل ده التجهيز هنا ده هي ايه ده رياضه الركبي فبحط ايه بحط رياضه الركبي ركبي مش فوتبول ولا ايه ولا فولي فهي ركبي طيب بعدين 5 شارلوت ام لانفورماتيك لو سبور بيردر دي ماتش يعني شارلوت تحب علوم الحاسب الرياضه ولا انها تخسر ماتشات او مباريات طبعا ببص تاني برضو برجع تاني كده ببص بلاقي انه هي aime le sport et courir ou n'aime pas l'informatique ou perdre un match تمام طيب هو بيقول لي ايه بيقول لي انها بتحب طيب انفورماتيك قلنا انها ما بتحبوش صح طيب لو سبور قلنا ايه لو سبور هي بتحبه فبالتالي ايه بالتالي هي بتحب السبور perdre un match هي برضو دي ما بتحبوش طيب 6 dans la photo numéro 1 on fait
دي فوت دي هاند دي فولي، يعني في الصورة رقم واحد بنمارس الفوتبول ولا اللي هو طبعا كرة القدم ولا الهاندبول أو الهاند اللي هي كرة اليد ولا الكرة الطائرة. طيب أنا ببص على نيميرو 1 بشوف إيه اللي بنمارسه، ببص هنا بلاقي إيه، بلاقي فوتبول، فبالتالي إيه مباشر بحط إيه، بحط الفوتبول. يبقى نرجع تاني كده وأقول إيه، أقول فوتبول. دايما نتعامل مع الحاجات دي يعني بهدوء، ما نبقاش ايه، ما نتوترش، الموضوع بسيط تمام، لان دي حاجه قدامي. سلون لونكار اون بريزونت، يعني حسب الانكار او الكتابات الموجوده على الصور، فاحنا بنقدم ديجو ارتستيك يعني ميول فنيه او اذواق فنيه، ديجو سكولير ميول مدرسيه او اذواق مدرسيه، ولا ديجو سبورتيف اللي هي ميول او اذواق رياضيه. طبعا بالنسبه للانكار ببص كده على الكتابات او ببص على الشكل العام بلاقي ايه، بلاقي انه احنا بنقدم ايه، بنقدم ديجو سبورتيف يعني اهتمامات او اذواق رياضيه كده. نيجي بقى على نيميرو 2، بيقول لي اوبسيرفي لو ديسان بوي ميتي فري او فو دوفون شاك فراز. كيس كو سا فو دير، يعني لاحظ او لاحظوا الرسم الموجود طبعا، وثم بوي ميتي فري، ضعوا فري يعني صح او خطا أمام كل جملة. طبعا برضو بيعتمد على الملاحظة، خلي بالنا. هنا عندي لي بيرسوناج يعني شخصيات الحوار، هما ماريون، شايفين دي ماريون، ريشار دا ريشار، ودي شارلوت. دوفون لا ميزون دو شارلوت، طبعا ده هنا أمام منزل شارلوت. خلاص ببص في الصور بلاقي هنا دي ماريون بتخبط على الباب فتح لها ريشار، وهنا واقفة على البلكونة مين، من بره كده على الشباك اللي هي شارلوت. طبعا من خلال الملاحظة هبتدي. طيب بيقول لي هنا سي ماريون كي سون على بورت، يعني انها ماريون اللي بتخبط على الباب او بترن الجرس. طبعا لا، مين اللي موجود يعني، لا معلش، سي ماريون كي سون على بورت، مظبوط هي دي مين، دي ماريون، وبالتالي فري صح. طيب بعدين دو شارلوت اي على فينيتر، يعني شارلوت موجوده على الشباك، مظبوط فري، برضو بحط فري. طيب سي ريشار كي يوفر لا بورت، مين ريشار، اخوها لمين، اخوها لشارلوت، مظبوط برضو فري تمام. طيب ماريون بورت دي شوسور دو سبور، يعني ماريون بتلبس الأحذية الرياضية، شايفين برضو فغي صح. طيب devant la maison il y a un jardin، يعني أمام المنزل يوجد إيه، يوجد حديقة، فعلا في حديقة ولا لا، في حديقة، يبقى فغي. sur cette illustration il y a quatre fenêtres، يعني في هذا الرسوم المصورة أو التصوير أو الشكل يعني يوجد أربع نوافذ، في أربع نوافذ، باجي ببص بلاقي هنا عندي أن ودي 2 3 4 وهنا ايه 5، فبالتالي ايه، وبالتالي فو. maintenant on a numéro 3. طيب هنا بيقول لي lisez ce document puis choisissez le bon groupe، يعني طالب مني طبعا انه اقراوا هذا المستند او هذه الوثيقه ومن ثم اختاروا الاجابه الصحيحه. طيب ماريون أغيف شي شارلوت نيميرو 1، عندنا هنا محادثة نيميرو 1 ومحادثة تانية نيميرو 2. طيب أول واحدة ماريون أغيف شي شارلوت، يعني ماريون تصل عند شارلوت. سالو، طبعا هنا الشخصيات إنه ده ريشار ودي ماريون، وهنا ريشار وده برضو ودي برضو ماريون، هنا دي شارلوت خلاص، وهنا ريشار وهنا مين، هنا ماريون. طيب سالو بيحيي طبعا، سالو ريشار، سالو شارلوت إلا، ماريون قالت له سالو شارلوت هي موجودة، هي هنا، قال لها إيه، قال لها وي إلي دون سا شامبر إل سو بريبار، يعني نعم هي في غرفتها، هي بتتجهز او بتتحضر. شارلوت سي ماريون، بينادي عليها بيقول لها يا شارلوت انها ماريون. طبعا ردت شارلوت قالت انتر ماريون جاريف، يعني ادخلي، طبعا هي بتبص ايه من بره، بتقول لها انتر ماريون يعني ادخلي يا ماريون، انا هصل ساصل. ماريون قالت مي تو ني با بريت، يعني لكن انت مش جاهزه، قالت لها سي سي
يعني بلا بلا انا جاهزه. Attends, انتظري. Je prends mon sac de sport et mon maillot et je descends. يعني أنا هاخد شنطة الرياضة والمايو بتاعي وهنزل. قالت لها على لا ماسور لا شامبيون دو روتار. Vous allez jouer au hand. طبعا مين الرد اللي هو ريشار قال طبعا قالها كده بانفعال على لا يعني أختي بطلة التأخير. vous allez jouer au hand يعني انتوا هتروحوا تلعبوا الهاند كرة اليد. طبعا ماريون ردت قالت oui on va à l'entraînement يعني نعم سنذهب الى ايه الى التدريب au gymnase في صالة الالعاب الرياضية. تمام. طيب النيميرو 2 بقى شارلوت descend puis remonte يعني شارلوت بتنزل ومن ثم ايه تصعد مرة ثانية. طبعا ماريون بتقول لها شارلوت كيس كو تو في يعني بتقول لها يا شارلوت ماذا تفعلين؟ قالت لها اتون جو في شيرشي اون سيرفييت دون لا سال دو بان اي جاريف يعني ساحضر. تمام جو في شيرشي يعني ساحضر هذا ده التعبير يعني مع بعضي ساحضر الفوطه او المنشفه من الحمام واصل. قالت لها ماريون او لا لا Dépêche-toi, on va arriver en retard. L'entraîneur ne va pas être content. يعني قالت لها يعني بانفعال برضه وبشمئزاز يعني انه اسرعي بقى. On va arriver en retard. هنوصل متاخرين. المدرب مش هيبقى مبسوط. قالت لها طبعا شارلوت voilà, je suis prête. يعني ها هنا انا جاهزه. Allez, arrête de râler. يعني خلاص نذهب توقفي عن التذمر. تمام؟ طيب الأسئلة بقى. ماريون va s'entraîner يعني ماريون يعني ستذهب للتدريب au gymnase يعني في صالة الألعاب الرياضية ولا au club في النادي ولا au stade في الملعب. طبعا هم قالوا إيه؟ قالوا في الجيمناس فبحط في جيمناس. بعدين دو دايما أنا في الكومبريونسيون ببص على النص بتأكد قبل ما أكمل. شارلوت va chercher la serviette يعني شارلوت ستحضر المنشفة أو الفوطة. dans la chambre يعني من الغرفة ولا dans le salon من الصالة ولا dans la salle de bain من الصالة من الحمام. طبعا هي قالت إيه؟ قالت إنه la salle de bain. تمام يعني je vais chercher une serviette dans la salle de bain فبالتالي dans la salle de bain. تمام. بعدين numéro 3 ce document est un mail, un article, un dialogue يعني هذا المستند أو هذه الوثيقة هي عبارة عن ميل يعني ميل ميل إيميل يعني تمام ولا un article يعني مقالة عادية ولا un dialogue طبعا هو عبارة عن dialogue حوار. طيب 4 ماريون veut arriver à l'entraînement très tard ولا à l'heure ولا en retard يعني ماريون تريد الوصول إلى التدريب متأخرة جدا ولا في على الوقت ولا اون غوتار يعني متاخره. طبعا هي عايزه توصل ماريون في الوقت. قالت ايه؟ قالت انه او لا لا ديبيش توا اون فا اريفي اون غوتار. بس هي كانت بتقول ايه؟ بتقول انه عايزين نوصل ايه؟ نوصل على الوقت. يعني الكلام ده بتاعها معناه ايه؟ معناه انه عايزين نوصل على الوقت. خلاص اون فا اريفي اون غوتار يعني سنصل متاخرين ما ينفعش بالمعنى ده. فهنا هي عايزه توصل ايه؟ عايزه توصل على الوقت عشان المدرب مش هيبقى مبسوط. طيب 5 ريشار اي شارلوت سون دو كوبان ولا دو كوزان ولا فرير اي سور. احنا قلنا من شويه انه ريشار وشارلوت هما ايه؟ هما دو فرير اي سور. تمام يعني مش دو كوبان اصدقاء ولا اثنين اولاد عم. اذا فرير او سور. طيب شارلوت في 6 يعني شارلوت بتعمل ايه او بتلعب تمارس دي جودو يعني رياضه الجودو ولا هاندبول رياضه الكره كره اليد ولا دي تنس اللي هي التنس. هي بتمارس ايه بقى؟ احنا قلنا هبص برضو تاني. تمام هقول ايه؟ طبعا هي هاندبول بس لازم اجيبها ماشي. هنا قلنا ايه؟ هنا لا شامبيون دو روتار فوز علي جوي او هاند. هي دي تمام. فبالتالي ايه؟ فبالتالي هيمارسوا او هيلعبوا الهاند بول. طيب نيجي على 4 طبعا هي سلسله قبل ما نخش ايه باللسون 1. ليزي بيان سو ديالوج بوي ميتي فري او فو برضه طالب مني اني اقراوا جيدا هذا الحوار ومن ثم ضعوا علامه صح او خطا. ابخي لونترينمون ماريون فا شيرشي شارلوت يعني بعد التدريب ماريون
يعني احضرت مين؟ ذهبت لتحضر مين؟ شارلوت. طيب قالت لها بقى هنا مين؟ ماريون. خلاص، ودي شارلوت، وهنا طبعا شايفين دي شارلوت ودي ايه، وماريون جايه تجيبها. طيب وهي دي بتلعب ايه؟ الهاند بول. وطبعا ماريون هنا بتقول لها ايه؟ بتقول لها مي كيسكو تو في؟ تو بونس دورمير ايسي او كوا؟ بتسالها لا شارلوت، انت بتعملي ايه؟ هو انت بتفكري ان انت تنامي هنا ولا ايه؟ تمام، ده معناه. طيب ماريون قالت لها مي كيسكو تو في؟ تو بونس دورمير ايسي او كوا؟ يعني ماذا تفعلين؟ لكن انت ماذا تفعلين؟ بتفكري ان انت تنامي هنا ولا لا؟ ده تعبير طبعا بين الصحاب. فقالت لها نو جاريت جاريت، قالت لها لا ساتوقف ساتوقف. دي فيها توكيد طبعا. قالت لها ماريون موا جو دوا بارتير، يعني انا يجب علي الرحيل. جي روندوفو افيك ناتالي ا 6 اور، يعني انا عندي موعد مع ناتالي على الساعه 6. تو فو فينير، يعني هل بتحبي تيجي؟ قالت لها شارلوت نو جو بو با، نو لا لا استطيع. جو دوا الي شي مي غران بارون، يعني انا يجب علي الذهاب الى اجدادي. قالت لها مين دي؟ دي شارلوت. قالت لها ماريون ا دي لور بونجور دو ما بار، يعني قولي لهم ان انا بسلم عليهم من طرفي. الوغ اذا او في، في الواقع ناتالي فو فير دو جودو، يعني ناتالي تريد انه تلعب بالجودو. خلاص، مين قالت لها؟ قالت لها ماريون. ليه؟ لانه ماريون قلنا انها هتروح لناتالي. طيب طبعا قالت لها انه ناتالي تريد انها تعمل جودو لو سامدي، يوم السبت. كيس كو تي اون بونس جو لوي دي وي، يعني انت بتفكري ايه بالموضوع ده؟ اقول لها نعم. قالت لها بوف موا سا نو مو دي ريان، يعني قالت لها يعني زي ما تقولوا اوف، يعني كده انه هي اتضايقت، يعني خلاص انه انا ده لا يهمني لا يعنيني. بون اتون موا 5 مينوت، يعني انتظريني 5 دقائق. جو مو دوش اي جاريف، يعني انا هستحم واصل. قالت لها ماريون او نو الي ديجا 5 اور اي دمي، قالت لها لا انت يعني هيبقى ده عباره عن 5 ساعات ونص. قالت لها شارلوت الي سيل تو بلي، يعني نذهب لو سمحتي. جو مو ديبيش، يعني انا بس ساسرع يعني. خلاص، طبعا دي يعني اكسبريسيون فاميليير، يعني انه تعبيرات يعني ايه بالعاميه بتتقال ما بين الاصدقاء، ده المقصود. تمام، يعني مش بالفصحى. طيب هنا بقى الأسئلة، بيقول لي شارلوت بو ألي افيك ماريون شي ناتالي، يعني شارلوت تريد الذهاب مع ماريون شي ناتالي. هي قالت لها ايه؟ قالت لها انه لا ما مش عايزة، صح؟ قالت لها ايه؟ قالت لها جو بو با جو دوا ألي شي مي غران بارون. خلاص، يبقى فو. نيجي لبعديها لو جودو اي لو سبور بريفيري دو ناتالي، يعني الجودو هي الرياضة المفضلة بالنسبة لمين؟ بالنسبة لناتالي. هي قالت كده؟ طبعا قالت ناتالي فو فير دو جودو لو سامدي، يبقى ايه؟ يبقى هي بتحب الجودو، يبقى فري. طيب بعدين ماريون ا رونديفو افيك ناتالي ا 8 اور، يعني ماريون عندها ميعاد مع ناتالي على الساعة 8. هي قالت ايه؟ هي قالت انها عندها ميعاد على الساعة كام؟ جي رونديفو افيك ناتالي ا 6 اور، يبقى ايه؟ يبقى فو. نيجي لبعديها شارلوت، نيجي لبعديها شارلوت دوا الي شي سي غران بارون، يعني شارلوت تريد الذهاب الى اجدادها. تمام، طيب هنا بقى هبص جو بو با، شارلوت قالت جو دوا الي شي مي غران بارون، يبقى ايه؟ يبقى فري. طيب نيجي لبعديها نيميرو 4، شارلوت نيم با لو جودو، يعني شارلوت لا تحب الجودو. هبص برضو شارلوت قالت ايه؟ قالت انه دايما بنبص في النص. خلاص، قالت لها طبعا ماريون بتسالها انه كيسكو تي اون بونس، انه قالت لها بوف موا سا نو مو دي ريان، يعني انا لا يهمني لا يعنيني. فبالتالي ما بتحبش ايه؟ ما بتحبش الجودو، يبقى ايه؟ يبقى فري. بعدين شارلوت سو دوش ابري لونترينمون، يعني شارلوت هتستحم بعد ايه؟ بعد التدريب. برضو ايه؟ برضو فري. وهنا نكون خلصنا الفيديو الشرح بمقدمة الونيتي 1. الفيديو اللي جاي هنبتدي بقى بلسون 1 اللي هو دير كيل سبور اون في، نتكلم عن أي رياضة احنا بنمارس. اوفوار.